أولا وكما العادة نبدأ بالكلمات البصرية. سأقرأ: أمس، غدا، زوالا، قطرات، منتشية. سأعيد القراءة وقرأوا بعدي: أمس، غدا، زوالا، قطرات، منتشية. سأعيد القراءة مرة ثالثة ورددوا معي: أمس، غدا، زوالا، قطرات، منتشية. الآن قرأوا أنتم. الآن ننتقل إلى قراءة مشتركة. سأقرأ: أمي الغيمة، أمي غيمة كبيرة في السماء، كلما نزلت قطراتها إلى الأرض اخضرت الأشجار وفاضت الأنهار ونمت الأزهار وغنت الأطيار. ما أعظم عطاءها وما أكثر سخاءها. سأعيد ورددوا بعدي: أمي الغيمة، أمي غيمة كبيرة في السماء، كلما نزلت قطراتها إلى الأرض اخضرت الأشجار وفاضت الأنهار ونمت الأزهار وغنت الأطيار. ما أعظم عطاءها وما أكثر سخاءها. نعيد القراءة الآن جماعة بمعيتي: أمي الغيمة، أمي غيمة كبيرة في السماء، كلما نزلت قطراتها إلى الأرض اخضرت الأشجار وفاضت الأنهار ونمت الأزهار وغنت الأطيار. ما أعظم عطاءها وما أكثر سخاءها. نعم، في أي فصل تتلبد السماء بالغيوم عادة؟ أحسنتم، نعم تتلبد السماء بالغيوم عادة في فصل الشتاء. أدعوكم الآن إلى ملاحظة المشهد إذا تأملوا معي المشهد جيدا، ماذا تلاحظون؟ وكأنني أسمع إجاباتكم. نعم، هناك غيمة صغيرة وهو عنوان النص. كما ستلاحظون في الشريحة الموالية، ده العنوان والغيمة الصغيرة وهو المشهد. ماذا تلاحظون أيضا؟ طفل يرسي مركبا على صفحة الجدول. أيضا هناك مجموعة من الحيوانات: أبقار وأغنام وسلاحف. ماذا أيضا؟ كيف يبدو الطفل؟ أحسنتم، يبدو فرحا. لو كنت أو كنت مكان هذا الطفل، ماذا كنت ستفعل أو ماذا كنت ستفعلين؟ نعم، تقضين أو تقضي اليوم بطوله في اللعب في الماء وصناعة مراكب أخرى ترسونها على صفحة الجدول. من خلال المشهد والغيمة الصغيرة التي تمطر، ما هو زمن النص في نظركم؟ نعم أحسنتم، زمن النص هو فصل الشتاء. إذا انطلاقا من العنوان الغيمة الصغيرة والمشهد،
لا شك أنكم قد بنيتم توقعات حول موضوع النص، وددت لو استطعت سماع توقعاتكم حول موضوع النص، لكن لا بأس دونوها واحتفظوا بها لنعود إليها لاحقا. الآن سننتقل إلى قراءة النص الوظيفي، والذي قلنا بأنه بعنوان الغيمة الصغيرة. إذن اسمعوا وتتبعوا بأعينكم. منذ حل فصل الشتاء والغيمة الصغيرة تطلب من أمها أن تسمح لها بالنزول إلى الأرض لتلتقي بأطفالها وأشجارها وحيواناتها التي حدثتها عنها غيمات كثيرة. زارت الأرض من قبل. رفضت الأم الطلب أياماً، لكنها اليوم قالت: لقد كبرت الآن تستطيعين زيارة الأرض، لكن لا تنسي أن تعودي إلي، فكثيرات هن الغيمات التي فضلن البقاء في الأرض. ابتسمت الغيمة وقالت: ثقي بي، سأعود إليك. تحركت الغيمة في الفضاء الفسيح، وسرعان ما تحولت إلى قطرات ماء. نزلت القطرات على الأرض وانسابت عبر جدول. رأت طفلا صغيرا يرسي مركبا شراعيا على صفحة الجدول ويصفق فرحا. قالت: ما أجمل هذه اللعبة. اقتربت من أزهار وورود ذابلة وروتها، فتفتحت ورفعت أعناقها شاكرة لقطرات الماء فضلها. انتقلت قطرات الماء من الجدول إلى نهر كبير، فجال بها بين المروج والسهول والبساتين والحقول. تلفتت يمينا ويسارا، فرأت صيادا يلقي صنارته في النهر، وفلاحين يشقون الترع ليجلبوا الماء إلى حقولهم وبساتينهم، كما رأت طيورا وأشجارا وأغناما وأبقارا وسلاحف وحلازين، فسرها ما رأت. صب النهر في البحر، فوجدت قطرات الماء نفسها تعلو وتنخفض مع أمواجه، وتسبح مع سمكه وتلعب بمحاره، تنزل إلى قعره وتنتقل بين كهوفه ونباته. قالت منتشية: كم هو رائع هذا البحر، سأبقى هنا. لم تطل فرحة قطرات الماء في البحر، فقد أحست بحر الشمس يسري فيها، واندهشت حين رأت نفسها تغادر البحر وترتفع شيئا فشيئا، ثم تتحول من جديد إلى غيمة لتفي بوعدها وتعود إلى أمها. أدعوكم لقراءة النص مستوفون شروط القراءة الصحيحة والسليمة من طلاقة ونطق سليم واحترام لعلامات الترقيم. والآن بعد القراءة سنعود إلى تلك التوقعات التي دونتموها من قبل. إذن تحققوا منها واختاروا منها الصحيحة والملائمة لموضوع النص، وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا الأولى. نلتقي في الحصة الثانية. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء. قياس الكتل الكيلوغرام وأجزاؤه من المستوى الثالث ابتدائي. إذن
نتعرف على أهداف التعلمية لهذا الدرس التي تتجلى في ثلاثة أهداف تعلمية. أولاً أتعرف الكيلوغرام وأجزائه. الهدف الثاني أتعرف مضاعفات الجرام. والهدف الثالث أتعرف جدول التحويلات. إذن بسم الله نبدأ بوضعية مشكلة لنتعرف على هذا الدرس. إذن الوضعية المشكلة: لتحضير كعكة صديقتها تحتاج إيطو إلى المقادير التالية. إذن إيطو جاءت عند صديقتها تريد أن تزورها، وإيطو بدأت تحضر الكعكة. إذن سوف تحتاج إلى مجموعة من المقادير وهي كالتالي: إذن الزبدة 75 غرام، سكر 100 غرام، شوكولاتة 100 غرام، ثلاث بيضات 150 غرام، وأخيرا الدقيق 75 غرام. إذن المطلوب منكم هو حساب، هو أحسب كتلة الكعكة قبل وبعد الطهي، علما أنها فقدت 125 غراما بعد الطهي. إذن هنا يجب علينا أن نلاحظ ملاحظة في محلها، وهي أن الكعكة قبل الطهي ليست هي كتلة الكعكة بعد الطهي، لأنها ندخلها إلى الفرن وبالتالي سوف تفقد كمية من كتلتها. إذن المطلوب منكم، إذا أردنا أن نحسب كتلة الكعكة قبل الطهي، يعني الكعكة الخام، سوف نجمع جميع المقادير الموجودة في الجدول، في الجدول جانبه. إذن 75 زائد 100 زائد 100 زائد 150 زائد 75. إذن هذه تساوي 500 غرام. إذن هذا المجموع يمثل لنا الكعكة قبل دخولها إلى الفرن، يعني قبل أن تطهى. الآن سوف نحسب كتلة الكعكة بعد الطهي. إذن حينما نقول فقدت، إذن حينما نقول فقدت، يعني هنا نستعمل عملية الطرح. إذن كتلة الكعكة قبل الطهي هي 500 غرام، سوف نطرح منها 125 غرام التي فقدت في الفرن، وبالتالي بعملية طرح بسيطة نستنتج أن الكعكة بعد الطهي هي كتلتها هي 375 غرام. إذن من هنا، إذن انطلاقا من هذه الوضعية، نشرح لكم مجموعة من المسائل. مثلا لقياس كتلة جسم معين نستعمل الميزان. إذن ضرورة توفر الميزان لقياس جسم معين. ثانيا الوحدة الأساسية لقياس الكتل هي الجرام. إذن الوحدة الأساسية التي نقيس بها أي كتلة هي الجرام، نقول الوحدة الأساسية ونرمز لها بالجرام. وهذا الجرام هذه الوحدة الجرام لها أجزاء ولها أيضا مضاعفات. إذن الأجزاء سوف نرى أجزاء الجرام. أولا ديسي جرام، إذن الجزء الأول هو ديسي جرام ونرمز له بحرف دي جي أو ديسي جرام. الجزء الثاني هو السنتي جرام ونرمز له بسي جي. الجزء الثالث هو الميلي جرام ونرمز له بالام جي. إذا بعدما رأينا الأجزاء نمر مباشرة إلى المضاعفات. إذا الجرام له مجموعة من المضاعفات وهي كالتالي: أولا الديكا جرام ونرمز له ب دي ا جي أو دا. ثانيا الهكتوغرام ونرمز له ب اش جي. وثالثا الكيلوغرام ونرمز له ب ك جي. إذا يمكن أن نلخص كل ما رأيناه أو نستنتج العلاقة بين الوحدة الأساسية اللي هي الجرام التي هي الجرام وأجزائه ومضاعفاته من خلال
الجدول التالي. إذن هناك جدول يجمع لنا جميع ما قلناه وهو كالتالي. إذن لاحظوا أن الوحدة الأساسية هي الجرام وكتبناها باللون الأحمر. في يمين شاشتكم نجد الأجزاء وهي بالتوالي أو على التوالي الديسيغرام سنتيغرام والميليغرام. ثم على يسار شاشتكم هناك المضاعفات وهي على التوالي الديكاغرام الهكتوغرام والكيلوغرام. إذن من هنا إذا أردنا أن نستخدم هذا الجدول لحساب أو القيام بعملية تحويلات بين الأجزاء والوحدة الأساسية والمضاعفات ضروري أننا نستعمل هذا الجدول. مثلا إذا أردنا أن نحول 1 كيلوغرام إلى الجرام فإننا نكتب 1 في الخانة المخصصة للكيلوغرام ثم نكتب الأصفار حتى نصل إلى الوحدة المطلوبة. إذن 1 كيلوغرام تساوي 1000 جرام. إذن من خلال شرحنا لهذا الدرس نتمنى أن تجيبوا على هذا النشاط التقويمي لكي تختبروا قدراتكم أو فهمكم لهذا الدرس. اكتب الوحدة المناسبة أو العدد المناسب مكان النقط. إذا لاحظتم هنا 6 عمليات لتحويل من وحدة إلى أخرى وهنا ركزنا فقط بين الكيلوغرام والجرام. إذن التمرين الأول هنا يجب علينا أن نجد الوحدة وليس العدد. إذن 6 ماذا تعطينا 6000 جرام؟ إذن لكي تعرفوا كيف تجيبوا إذن نأخذ 6000 ونضعها في الجدول ثم نمزح الأصفار حتى نصل إلى الوحدة المطلوبة أو العدد المطلوب اللي هو 6. ثانيا 4000 ماذا تعطينا 4 كيلوغرام؟ وهكذا حتى تجيبوا على باقي الأسئلة. إذا نمر إلى تصحيح هذا النشاط التقويمي. إذا في التعليم الأولى أو التمرين الأول 6 ماذا تعطينا 6000 جرام؟ 6 كيلوغرام. 4000 ماذا تعطينا 4 كيلوغرام؟ 4000 جرام. نعم. 2 كيلوغرام 300 جرام تساوي 2300 جرام. 1500 جرام تعطينا 1 كيلوغرام و500 جرام. 8 كيلوغرام تعطينا 8000 أو 8000 جرام. 2000 جرام تعطينا 2 كيلوغرام. أتمنى أنكم فهمتم الدرس جيدا وإلى فرصة مقبلة أخرى وشكرا على انتباهكم. Alors, avant de passer à la lecture, nous allons commencer par l'observation. Observez bien ces 2 images, ainsi le titre du texte. Prenez votre temps. Vous avez réfléchi? Alors, d'après le titre et les 2 images, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il nous informer? On voit dans la première image coupé. D'après le titre et les images correspondant D'après le titre et les images accompagnant le texte, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il nous informer? L'image 1 montre un bateau sur la mer. L'image 2 montre un paysan irrigue son champ. Alors, le texte informe sur les bateaux
Le texte informe sur la mer. Le texte informe sur l'eau. Le texte nous informe sur les plantes. Avant de vérifier et valider nos hypothèses, nous allons réviser quelques sons que nous avons déjà étudiés. Le son O. Or, quotidien, chose, arroser. Animaux, beaucoup, eau. Le son que. Que, quotidien, beaucoup, électricité, encore. Le sens. C'est, sert, ce, soif, transporter, vaisselle, précieuse, électricité. C'est ainsi que notre séance prend fin. À très bientôt et au revoir.